مرحبا مشاهدينا في برنامج المطبخ. اليوم راح نطبخ لكم مصلي، بس شنو المصلي؟ مصلي شعري. طبعا راح اعرفكم على مكونات الطبخه. راح استخدم شعري حوالي كيلوين ونص، وراح استخدم البصل بنوعين شرايح ومقصص صغار. راح اخذ معاه الالو والطماط شرايح. راح استخدم الفلفل البارد والفلفل الحار وثوم ومعجون طماط وبهارات صحيحة. كذلك راح استخدم الحشيش، وعندنا العيش استخدمت حوالي كيلوين عيش. في البداية راح نقلي السمك، وقبل أن نقلي السمك راح نبهره. طبعا أنا قصصته وملحته، والحين بقوم تبهيره. طبعا هاي الأكلة مطلوبة في كل مكان، أو أقول في كل بيت مطلوبة، لأن السمك من ما يحب فينا السمك؟ كلنا نحب السمك طبعا. قليل اللي ما ياكل السمك. طبعا أنا قلت لكم أنا قطعته على حسب الحجم اللي أنا أبيه، حطيت له ملح. ما شاء الله هالأيام محبل السمك. رش عليه البهارات. كبيرة بزار مخلوط، شوية ليمون، هاي كل البهارات اللي حطيتها. دخل البهارات من داخل على السمكة، شوفوا معاي. راح ابتدي اقلي السمك واسوي الخلطة اللي هي حق المصلي. في نفس الوقت راح استغل الوقت وافوح العيش. محتاج عيش شيلاني حق المصلي. نسكب الزيت. دائما حطوا بالكم حق القلاي السمك من الدهن، ليته يفقع في وجهكم ولا يطشر عليكم. راح نرش شوية ملح حق العيش. نقلي السمك، وبعدين ندش على الحمسة اللي راح نستخدمها في المصلي. قليت السمك مو بزيادة، مجرد تحميرة حق السمك، لأن مرة ثانية بنحطه في الجدر وبنحط عليه العيش وبنرسيه، فبياخذ له وقت. السمك ما ياخذ وقت في الطبخ بشكل عام. بعد الدهن طبعا المصلي ممكن نسوي على الدياي، ومصلي ممكن نسوي على الربيان، على اللحم، اللي يختلف المكونات مالته. المكونات السمك تكون قليلة، ما نستخدم كوسة ولا جزر فيها ولا باذنجان في السمك. ممكن نستخدمه، بس احنا نفضل ان تكون المكونات بسيطة، من الفلفل والآلو والش اسمه والطماط والفلفل الحار شوي. ما نحط السمك قبل لا يكون الزيت شوي حار. يعني اذا حطيناه بارد لازم تعرفون اول ما تحطونه هو بارد راح يلصق الجلد في الطابل،
وبعدين بتلومون راعي السمك بتقول اعطانا سمك تعبان. تخلوا شوي المقله تكون حامي شوي وتنزلون فيها السمك. بدا السمك ما بدا الدهن اسمع صوته. راح ننزل بداية تنزلون الروس بهذه الطريقة. لو كان عندي مجال شوي كان حطيت لكم الجدر ثاني وبديت الحامسة مرة ثانية اللي هي راح احمس البصل والأغراض دي كلها عشان نسويها حق المعصلي. نستغل الوقت نتحدث عن السمك بشكل عام. السمك الشعري صحيح موجود في كل المواسم موجودة هي، بس أحسن مواسم حق الشعري أو بشكل عام السمك كامل هو شهر 3 إلى 4 يكون أكثر شيء فيه حبل. قلت لكم ماخروا على الدهن ممكن يفقع الدهن. فبين شهر 3 إلى 4 يكون السمك فيه حبل ويكون سمين. الأكثر شيء هو الشعري والهامور والصافي. فأعطيكم معلومات لكم شلون تعرفون السمك دي فريش أو مو بفريش. أغلب الناس تفكر دائما تشوف العين لا تشوف الخياشيم. النظرة هي اللي تبين السمك. الشنادي إذا بغيتوا تشترونها تجيس شو اسمه يسادها وتشوف اليسد مالها. اذا كانت تضغط عليها بهاي الشكل ويرجع الجلد نفس ما يكون راح تكون فريش. اما اذا ضغطت على الجلد وشلت يدك ولقيت البصمه الاصبع موجوده فاعرف ان هذه مو بفريش. طبعا بيهاوشون اللي يبيعون سمك، بس يلا تعلم شوي طريقه شلون نشتري السمك. الصافي بشكل عام تشوف الصافي شكله يلمع ويبين انه هو توه جاي فريش. العين مو معناته انه هي السمكه فريش او مو بفريش. ما في مجال نحط سمكه ثانيه. قلت لكم انه يفقع، وهذا انتم تشوفون بعينكم شلون يفقع. الاغلب شيء اللي يفقع لو يكون في ماي من داخل او العين تفقع بروحها. فتحاسبون حق الشيء، ممكن تقطون على بر تخلون شيء حاجز بينكم وبين الدهن خوفا عليكم يعني. يعني الاولين كانوا الاكل مالهم البيت دائما يكون اكثر سمك. مو معناته انهم ما يحبون الدياي ولا ما يحبون هذا، بس الافود دائما حق الانسان نفسه السمك. فانصح اللي ما ياكل سمك يبتدي يحاول تدريجيا يتقبل السمك. على جنب بهذه الطريقه. نزل قطعه ثانيه. ننزل قطعة ثانية. بسم الله. أنا أبي إن اللون مالها دار ما دار السمكة يكون لونه ذهبي. الأفضل دائما في المعصلي من السمك اللي هو الشعري والشنعد والربيان طبعا. بس دائما انا افضل بين الشنعد وبين الشعري، لان الربيان ممكن خصائص ثانيه تقدر تطبخ فيه
بين لمح شو اسمه المكبوس في قاعته، في اشياء كثيره تقدر تستخدم الربيان. لكن الشعري بين المكبوس وبين الماصلي وبين الصالونة اللي هو المعطي. مثل ما انتم شايفين شلون وصل اللون. قلينا شعري راح نقلي في نفس الآلو بشكل بسيط، قلي خفيفة بعد مثل ما قلت. راح تقولون لي ممكن يصير في الآلو ريحة زفر؟ لا ما بيصير، لأن مثل ما شفتوا انتوا البداية ان احنا بهرنا السمك وما بيكون في ريحة اي سبورة على طول. احنا محتاجين بس نكسب اللون فيه. لو تحسون ان الالو او البطاطس بيصير يابس، فوحوا تقريبا بين 5 دقائق كذي فوحه خفيفه عشان يكون الماصلي لين الالو. ترى دائما الاكل اللي يسوونه في البيت يحتاج شوي عنايه، والاكل اللذيذ اللي تبي تستمتع فيه جد تبي تستمتع لازم تتعب وياه. قلنا راح نخلي العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. تجين بس نفوح العيش، راح اسويه لدرجة انه يكون مستوي تقريبا بشكل تام. والآن شغل النار الثانية، قصر شوي على النار. وراح نجيب، انا افضل ان احنا نحطه في الجدر على طول الحامسه. نحمسها على طول داخل. ننزل فلفل قليته على اساس انه يكسب اللون في الالو. شيل الالو قطعه. خلص من الزيت ونبتدي نشتغل على طبق ثاني. وللطريقة قلنا راح نسوي الخلطة مات الماصلي، بعدين راح نسكب الزيت.
تكسر على النار شوي. نبتدي نحمس البصل بداية، قطعناهم على شكل شرايح. راح نقليهم. بداية الحامسة. تناسي العيش. قلنا احنا نبي بس فوحة. خذ له وقت. راح نشحل العيش، ننزل العيش، بسم الله نشحل العيش. راح ننزل الثوم شوي، وراح ننزل فلفل حار، وراح ننزل عليه البهارات الصحيحة. نحمسها مع بعض شوي. نشحل العيش كله، نحط بالنا على الحامسة هنا، خليه نتخلص من الجدر. هاي الجدر نشتغل على الحامسة. قلنا في البداية خذينا البصل وحمسناه، وبعدين لما تحمر شوي حطينا الثوم والفلفل الحار، حطينا بهارات صحيحة بشكل بسيط حق الريحة بس. راح ننزل الطماط كله، نخلط خلطة، ننزل عليها البهارات اللي راح نستخدمها. نستخدم الابزار مخلوط بحريني، خلطة الابزار احنا معروفين بهاي الخلطات، جلجلان وسنوت، قفشتين، فلا، ليمون شوي، راح ننزل وراح ننزل كركم بعد قفشتين، وابتدي اخلط المكونات ذي بعد ما ارش رشه ملح خفيفه. نبتدي نخلط المكونات مع بعض. ننزل عليهم الفلفل والآلو اللي سويناه من ساعة. نخلطهم مع بعض.
راح نستخدم معجون طماط قليل. شيء بسيط. حوالي إذا نص المعجون اللي عندكم. استخدموا الباكيت اللي في البيت. ونخلط مع بعض. عشان تمزج المكونات راح ننزل شوي ماء. نختلط المكونات مالته. راح نحط اللومي اسود شوي. هاي المكونات صارت جاهزة. رشة حشيش عليها. حاول ننزل السمك عليه. هاي الطريقة. وسكر عليه وخليه لمدة 10 دقائق وارجع مرة ثانية اطلعهم واصف العيش واصف المكونات. هو فاصل وارجع لكم مرة ثانية. رجعنا لكم مرة ثانية على طبختنا المصل الشعري. راح نشيل المكونات كلها برا ونرجعها مره ثانيه على صفاتنا. شوي شوي يشيلون السمك. وبعدين نطلع الحشوه اللي داخل أو الإيدام اللي داخل نشيله. قلنا دائما إيدام السمك يكون قليل، يعني ما نحط إيدام وايد، بمعنى يعني ما نحط أشياء مثل باذنجان قلنا، كوسة، الجزر على السمك يفضل، يعني دائما اقول انا يفضل وانتم على حسب اختياركم. بس هاي الطبخه اللي انا سويتها الحين شلت الاغراض كلها اللي برا، مكونات الطبخه وبنزل العيش داخل. بسم الله. هرجع واصف الاغراض مره ثانيه داخل الإيدام وبعدين راح اصف. بدايه راح اخلي السمك هاي البداية. بسم الله. أنا ما خليت السمك من البداية يعني في الجدر في قاعته، على أساس لو احترق لو صار واري تحت ما ياخذ السمك معاه. بعدين أنزل ذي كامل يدوم برا وأحاول أوازعه على كبر الصفرية. بحيث ما يكون دار مدار صفرية. هاي الطريقة خلصنا. راح نحط بعد حشيش.
مقدار مدارة، وننزل بقايا العيش اللي احنا فحناه. نضيف العيش كامل بهاي الطريقة. حاول دائما اقول لكم فتحوا الجوانب عشان يتبخر العيش، دائما نفتح الجوانب. هنا عندي انا صبغة بين الماجي وبين صبغة العيش بالزعفران. راح اسكر عليه. راح اتركه حوالي نص ساعة وارجع لكم مرة ثانية مع التقديم ان شاء الله. جهزنا طبختنا الماصلي الشعري واللي عرفناكم على مكوناته، راح نبتدي ننشب لكم اياها وتشوفوها. بداية راح نتخلص من شوي من العيش اللي فوق. بسم الله. ونبتدي ننشف. حطون بالكم على السمك اللي تحت. بداية حاول نطلع السمك كامل. هاي الطريقة. راح تشوفون السمك. هذا السمك. طلع على الغطاء. هاي القطعة ثانية ثالثة باقي قطعة. هاي قطعة ثانية. نبتدي نحط المكونات على جنب. وصلنا إلى نهاية حلقاتنا، أتمنى عجبتكم الطبخة المصلي الشعري. نشوفكم في الحلقة الجاية، نقول لكم مع السلامة.